وجيت بكميه امن مركزي رهيب وعربيات امن مركزي وعساكر امن مركزي، ولسه امبارح كنا في الميدان والنهارده بينزلوا تاني. للاسف الشديد داخلين بالطبنجات وقله ادب وبلطجيه، الداخليه هم البلطجيه وضربوا كذا ولد النهارده وعوروا ولد مصاب من مصاب الصوا وادي الدم اهوت، وبرده واقفين زي ما هم بجاحتهم عاملين لي بنفسها بشوات، وهم ما احترموش نفسهم ولا بيحترموا الناس، ولسه زي ما هم. كل امن مركزي ده علشان ايه؟ ونازلين عشان ايه؟ كل ده علشان ايه؟ عايزين يولعوا البلد، عايزين يخربوا البلد علشان يفضلوا قاعدين فيها، وهم هم البلطجيه، هم هم اللي بيرعوا البلطجيه. للاسف الشديد البلطجيه ماليه الشوارع، ويجوا يضربوا الثوار، يجوا يضربوا الشباب ويعتقلوهم للاسف الشديد. والنهارده هيبقى يوم جديد في الثوره المصريه ان شاء الله باذن الله، وان ينصركم الله غالبا لكم، وان شاء الله النهارده هنكمل، كل الناس هتنزل النهارده، وان شاء الله مش هنسيب الميدان تاني، وانا اعتصم ايا كان، الاخوان سابونا، السلفيين سابونا، احنا شباب مستقلين بنحب البلد دي، وهننزل عشان ناخد صورتنا من تاني، لازم ناخدها من الداخليه ومن الشرطه العسكريه اللي ضربونا وموتونا كذا مره، حسبنا الله ونعم الوكيل.